مساء الورد لكم مشاهدينا الكرام، وين ما كنتوا أمسية جديدة من أماسينا اليومية نلتقي وإياكم فيها أكيد في نفس التوقيت في كل يوم بكل ما هو جديد وبكل ما هو مفيد. فقراتنا لهذا اليوم مشاهدينا أكيد متنوعة مثل عادتنا ومثل ما تعودتوا علينا، أكيد نحاول نغطي كافة الفعاليات إلى جانب استقطاب كافة المواهب الإماراتية الشابة بالتحديد منها. ما بذكركم أكيد بوسائل التواصل وإيانا بتشوفونها أمامكم ظهر على الشاشة، واللي حاب أنه يتواصل يضيفني على الهواء مباشرة ممكن أنه يتواصل عبر أرقام الهواتف من داخل الدولة ومن خارج الدولة، أيضا بتشوفونها كلها تمر أمامكم على الشاشة. بنبتدي الحلقة وإياكم بعد ما نشوف فقراتنا لهذا اليوم. محمد البلوشي: الإرادة تصنع المستحيل. لأول مرة مزار تراثي بالإمارات. كروموزوم إكس في قفص الاتهام. يا هلا ومرحبا بكم إذا مشاهدينا في بداية هذا اللقاء. الإرادة تصنع المستحيل، والأمل حافز لتتغلب على كافة الصعاب وأكثرها قسوة. ضيفنا اليوم مشاهدينا وفي فقرتنا هذه بالتحديد بالإرادة وبالأمل استطاع أن يتغلب على الإعاقة وأن يستعيد إيجابيته ودوره أيضا في الحياة وأن يتحرر من أثر هذه الإعاقة رغم إصابته بالشلل أثر حادث سير، فإنه لم يستسلم ولم يدع هذه الإعاقة تقف حاجز بينه وبين شغفه وحبه للتصوير، فكانت الكاميرا وسيلة للانطلاق وللحرية أيضا. اليوم يسعدني أن يكون معنا في هذه الفقرة من أماسي لهذا اليوم المصور الإماراتي الشاب محمد البلوشي. مساك الله بالخير يا محمد. مساك الله بالنور والسرور. حياك الله. الله يحييك. ها بتصورني بالكاميرا بعد ما نخلص اللقاء؟ أكيد. جابلتني أصلا الكاميرا ما يبالها. محمد، في البداية طبعاً أنا بتعرف على بداياتك في التصوير، يعني يمكن إحنا ذكرنا قصة الحادث في المقدمة وأنا سألتك أصلاً قبل الهواء، أنت بديت تصور قبل الحادث ولا بعد الحادث؟ لا، قبل الحادث كان التصوير كتوثيق بس، يعني مش أنه كاحتراف. بس بعد الحادث كان احتراف أكثر، يعني تعلمت على الكاميرا وإعدادات الكاميرا وكيف التصوير والعدسات. يعني بعد الحادث اختلف التصوير. متى تعتبر نفسك بديت كمصور محترف؟ من كم من سنة تقريبا؟ لا ما يعني ما أقول محترف بعدني أتعلم يعني. بس متى تعتبر أن هي هاي بداياتي الحقيقية في التصوير في الاحتراف؟ شوفي، هي البداية أنا كنت متخوف، يعني أن أنا كيف بقدر أصور. فانضميت لفريق بصمة الضوء، قالوا لي تعالوا في فريق من ذوي الإعاقة. في أي سنة انضميت للفريق تقريبا؟ من سنتين. أوكي. ثم يعني خلاص كان فضول بصير اطالع كيف ممكن يصورون. وصرت وركبوا لي ستاند وكذا وحطوا لي الكاميرا، قلت لهم زين كيف بصور؟ يعني عندي اعاقه واصابعي ما اتحكم فيه معدل. مؤسس الفريق اللي هي عائشه المهيري قالت لي في زر اضغط عليه، ضغطت على الزر وطلعت صوره. قالت خلاص يعني انت تقدر، ومنها عاد بدات الانطلاقه. سبحان الله. وبديت يعني تعشق يمكن التصوير اكثر واكثر. يعني بديت انا الاحظ اشياء ما كنت الاحظها قبل. يعني أنا كنت أروح أماكن، عين المصور غير عن إيه، يعني كنت أروح أماكن يعني هي عين فنان، ما كنت أشوف تعتبر فيها يعني عادي، بس الحين خلاص يمكن أشوف أشياء كثيرة قبل ما كنت أشوفها. تفاصيل دقيقة يمكن إيه تشوفها. هي التفاصيل يعني. يعني يمكن كذلك أيضا محمد، يعني البعض يتساءل محمد كيف، أو حتى فريق بصمة الضوء اللي ذكرته، وبأكيد بنسأل عن هذا الفريق بشكل مفصل وأهم مشاركات هذا الفريق بما أنك أيضا أحد أعضاء هذا الفريق، لكن الكل يمكن يتساءل أو اللي شاهدنا الآن يتساءل كيف محمد يقدر يلتقط صور احترافية. طبعا إلى جانب الكاميرا نحن نشوف عندك ستاند. هي هاي الستاند الخاص يساعد، يعني
ينحط على الويل تصور في كل الاتجاهات؟ كل الاتجاهات، لاني انا اتحكم بالكرسي وانا اغير، وحتى الكاميرا ممكن اغير الاتجاه. والستاند نفس الشيء تتحكم فيه؟ ايه الستاند اتحكم فيه يعني. لكن حتى الستاند محمد، يعني انا اللي اشوفه وسالتك يمكن قبل، اللي هو ان الستاند له لمت معين او له يمكن طول معين يوقف عنده. فانت اذا حاب تلتقط صوره مثلا على ارتفاع اكبر، او مثلا صوره وايد بعيده، شو الصعوبات اللي انت تواجهها في التصوير ومحتاج انه تدعم فيها؟ هو الدعم في استاندات خاصه ممكن تتحمل عدسات كبيره، ممكن ارفع الاستاند. متوفره هاي الاستاندات محمد؟ والله على حد علمي مش متوفره. لا اذا الواحد عنده افكار، يعني ممكن انا اطرح فكره استاند اقدر استخدم فيه عده عدسات واستخدمها بسهوله، بس محتاجين الدعم لينفذ هاي الافكار. لان هذه الافكار ممكن تنفذ فقط لذوي الاحتياجات الخاصه، يعني ما تنفذ للاستخدام يمكن بشكل كبير او تطرح في الاسواق. لكن في بعض الافكار مثل ما ذكرت هي تنفذ بتصاميم خاصه يمكن من قبل الشركات. لان انا اشوف شو احتياجي من التصوير، شو الصعوبات اللي انا واجهها، واتيني افكار ان ممكن الستاند، يعني افكر بستاند يخدمني اكثر. هي نعم. طبعا مثل ما نشوف الكاميرا فيها اعتقد عدسه زوم حسب ما اشوف، لكن هاي عدسه صغيره يعني. ما شاء الله انا مو بوايد يعني عندي فكره عن التصوير، لكن ما شاء الله في الفعاليات وغيره نشوف المصورين المحترفين عندهم كاميرا والزوم والعدسات الكاميرا مترين قدام الكاميرا. العدسات تختلف على حسب نوع التصوير. مثلا انت تروح تستخدم هاي العدسات؟ العدسات استخدمها ما عندي مانع، ولكن لو توفر لي الستاند المناسب اني اقدر انا اصور يعني الستاند اللي يتحمل ثقل هاي العدسه. لانها ثقيل يعني. صحيح. العدسه ثقيله يعني. صحيح. يعني كذلك ايضا محمد، الفريق اللي انت تكلمت عنه اللي هو فريق بصمه ضوء. نعم. انا وايد شدني هذا الفريق وحتى مسمى الفريق. انتم كيف بديتوا؟ كيف انضميت كذلك ايضا للفريق؟ والله هي الفكره كانت هي مؤسس الفريق عائشه المهيري، هي بعد مصوره، فهي جت الفكره ان نكون فريق من ذوي اعاقه حركيه. وهي تطوعت يعني اعلمهم التصوير بعد ما قصروا. هي محترفه في التصوير. هي محترفه ما شاء الله. ما شاء الله. وعندها باع طويل في التصوير. فبدينا معاها وبدوا اساتذه ثانيين متطوعين يجون يعلمونا، ناصر المنصوري، سالم الكعبي، يعني ومنهم الكثير يعني يو ساعدونا، سلطان الرميثي من ابو ظبي. ف يعني ما قصروا معانا، يو اعطونا كل المعلومات كل الخبرات اللي عندهم. هنا وتعلمتوا التصوير طبعا على يد يمكن اساتذه اذا صح التعبير يعني في التصوير التطوع او يمكن لتعليم الفريق، فريق بصمه الضوء. صح. نحن اكيد بنتعرف وياك محمد على فعاليات وانشطه بصمه الضوء. انتم كذلك ايضا كفريق تنظمون رحلات للتصوير مع بعض. خلت اعرف منك على فعالياتكم انشطتكم كذلك ايضا كفريق، لكن عندنا بعض اللقطات من تصويرك الخاص بنشاهدها مع بعض ومن بعدها بنرجع ان شاء الله.
مشاهدينا مجددا، حياك الله محمد مرة أخرى. أنا لاحظت أن الصور كلها لها علاقة، أما بالبورتري دوم تركز على التفاصيل، الوجوه يمكن والأشخاص، صحيح. تركز كذلك على المباني التراثية، الأبواب، النوافذ، المباني القديمة. شو السبب في حبك للمباني القديمة والتصوير البورتري كذلك؟ يعني أنا أول شيء بدينا نتعلم التصوير، هو أي حد يتعلم التصوير بعد فترة خلاص راح يعني يتجه إلى مساره. أي يحدد مساره، صحيح. هل أنا أصور الطبيعة، أصور التراث، أصور، صح. وأنا يعني حبيت هذا المجال، يعني مجال التراث، البورتري، حتى الحرف اليدوية، يعني حبيت، يعني شدني أكثر في التصوير. يوم نطلع رحلات تصوير تشدني هذه أكثر. هنا جميل، يعني جميل أن فعلا المصور يأخذ له خط ومسار ويحاول أنه يبدع في هذا المسار. يعني شفنا صور جميلة الحقيقة، لكن كلها تقريبا مرتبطة بالتراث. أنت حتى البورتري أو صور الأشخاص كذلك أيضا كبار السن تعلق، يعني أحسك تركز عليهم وايد، يعني ملامحهم تعطي للصورة يعني جمالية، يعني تفاصيل الوجوه، التعابير، يمكن التعابير، يعني هذا يعني مر بعصور ومر بأزمنة، صحيح، حفرة يمكن، صحيح. هذه الملامح أو ملامح الوجه. نرجع نتكلم عن فريق بصمة الضوء. نعم. أنتوا كفريق خبرتني محمد تشاركون في فعاليات، تتطوعون كذلك أيضا لتصوير الأنشطة والفعاليات. شو أهم الفعاليات والأنشطة اللي شاركتوا فيها وين كانت، في أي إمارة؟ والله شاركنا في أيام الشاردة التراثية. جميل. عاد هذه الأيام إحنا ما نفوتها، يعني ما نصدق أن نترياها من سنة إلى سنة. تخصصك التراث يا محمد. إيه، في نفس الشيء في قرية التراث في دبي. هنا. مهرجان المرموم. يعني نحاول نغطي قصر الحصن، بس أنا ما وصلت عن قصر الحصن، بس الفريق ما قصر. قصر الحصن يعني في أبوظبي طبعاً. إيه نعم. وصل يعني. هذه أهم الفعاليات اللي تشاركون فيها. إيه نعم. بعد فعاليات كذلك تراثية. تراثية، مو بس تراثية، حتى نحن نساهم في المبادرات الاجتماعية اللي تصير. هي. مثل مبادرة الشيخ محمد بن راشد، شكرا لكم. نحن بادرنا فيها. مبادرات اليوم الوطني. نحن بادرنا، يعني نحن كفريق خصصنا جائزة. جميل. وأطلقنا بالونات وعليها شعار الفريق، اللي حصلها يكون تكون له جائزة يعني. والحمد لله. كان في اليوم الوطني. أوكي. كان في اليوم الوطني. كان في اليوم الوطني يعني. هذه مبادرات الفريق. طيب كيف تعلنون عن مبادراتكم محمد كفريق؟ يعني مثلا إذا حطيتوا في بالكم فكرة معينة، مبادرة تبون تطلقونها، فعالية كذلك أيضا حابين تتطوعون فيها أو تصورونها، وين تعرض الصور؟ وين تعلنون عن أي مبادرة كذلك، أو كيف تعلنون عنها؟ نحن نحن يعني عندنا جروبنا الخاص، يعني جروب خاص، وعندنا يعني بعد أي حد يحط هاشتاج بصمة الضوء تطلع صور الفريق يعني ومشاركاته. جميل. يعني أنتوا تشاركون عبر مواقع التواصل الاجتماعي كل واحد منكم؟ تقريبا كلنا. جميل. الفريق كذلك أيضا يقوم بعدة رحلات محمد مثل ما خبرتني، يعني أنتوا أصلا تطلعون رحلات عشان تصورون في هذه الرحلات. أي صح. أكثر رحلات وين تطلعونها، في أي مناطق تختارون؟ يعني طبعا احنا اول شيء المناطق اللي حوالينا غطيناها تقريبا، يعني بدينا نطلع نروح ابو ظبي، مسجد شيخ زايد، راس الخيمه، يعني نغير البيئه، الفجيره، خرفكان، يعني البيئه تختلف هناك، بيئه جبليه وزراعيه، تصورون فيها طبعا الطبيعه جميله في هالمناطق اللي ذكرتها، يعني فتحاولون تصورون كذلك ايضا مناظر طبيعيه في هالمناطق. صحيح. الحركة عموما هناك محمد كيف تكون؟ يعني ما تكون صعبة مثلا لذوي الإعاقة الحركية؟ في فريق يساعدكم؟ في عندنا احنا متطوعين، يعني نحن المتطوعين هم اللي يساعدون. جميل. يعني فرق تطوعية تتعاونون وياها انتم كفريق بصمة الضوء؟ معانا فريق في الفريق. في الفريق نفسه؟ معانا كل رحلات هم يكونون معانا، يعني هم يساعدونا بالنسبة للكاميرات. هي. حتى للممرات، خصوصا في الممرات والمناطق الجبلية وغيرها، يعني يكون شوي ربما في من المتطوعين طبعا اذا نحن عندنا يعني مكان يروحون قبلنا يشوفون المكان هل هو مناسب لنا، يتفحصون هالمكان يمكن، او اذا المكان يحتاج تصريح يأخذون تصريح يعني. جميل. خرجتوا خارج حدود دولة الإمارات كذلك؟ حاولتوا تطلعون برا شوية؟ والله وصلنا سلطنة عمان، يعني وصلنا سلطنة في أي منطقة في سلطنة عمان؟ وصلنا الرستاق. أي منطقة عفوا؟ الرستاق. الرستاق. ايه. ليش هاي المنطقة بالتحديد؟ لأن سمعنا عندهم يعني مباني تراثية قديمة. زين. يعني
وعندهم طبيعة. فرحنا. فأنتوا يعني حتى في الرحلات تبحثون عن المناطق التراثية. هذا التراث خلاص يعني الوجهة أول شيء نسأل عن تراث، ما شيء تراث نسأل عن الشيء اللي بعده طبيعة. شاركت في معارض محمد؟ لا والله أتمنى أن للفريق يكون له معرض. وأتمنى شخصيا يكون لي معرض إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله طبعا كل أمنياتك محمد تتحقق على المستوى الشخصي، على مستوى المبادرات، أيضا على مستوى المعرض إن كان لك أو حتى لفريق بصمة الضوء. أنا أتمنى لك كل التوفيق محمد. الله يسلمك. صورك رائعة ومبدع الصراحة. الله يخليك. وإن شاء الله يا رب كل التسهيلات كذلك أيضا اللي تتمنى أنها تكون موجودة في الكاميرا، في الستاند أو غيره، إن شاء الله تكون موجودة بالنسبة لك. إن شاء الله. كل الشكر لك يا محمد. الله يسلمك. إذن مشاهدينا فقرتنا التالية بعد هذا الفاصل، تابعونا. أول مرة مزاد تراثي بالإمارات. يا هلا ويا مرحبا بكم مشاهدينا مجددا، وما زلنا طبعا في اجواء التراث من بعد صور محمد البلوشي المصور الاماراتي. هناك عدد كبير من المتاحف التراثيه المنزليه بالدوله، ويحصل اصحابها على مقتنياتهم بوسائل متعدده سواء كان من داخل الدوله او حتى من خارج الدوله، ومنها كذلك ايضا المزادات، لكن هاي المزادات لم تكن موجوده في دوله الامارات. منذ حوالي 3 شهور بدأ أول مزاد تراثي على مستوى دولة الإمارات. هذا المزاد مزاد أسبوعي مشاهدينا، كل يوم جمعة يقام هذا المزاد، واستطاع المزاد رغم حداثته استقطاب مشاركين من دول الخليج، من سوريا ولبنان وأيضا السودان. خلونا نتعرف على هذا المزاد التراثي وأهميته، وشو الهدف أساسا من هذا المزاد، وشو هي مشاكله كذلك أيضا. هذا اللي بنتعرف عليه ويا ضيوفنا اليوم، الأستاذ محمد بوصابر وكذلك أيضا علي بوصابر، أصحاب فكرة أول مزاد تراثي بالإمارات، وأيضا علي صاحب متحف تراثي تقريبا. مساكم الله بالخير. يا هلا ويا مرحبا بكم. الله يحييك. طبعا أنا ما ذكرت أن المزاد أساسا يعني أصحاب الفكرة أنتوا أربعة. نعم. الأخ محمد، الأخ علي، وكذلك أيضا في شخصين حسن ما استضفناهم في الاستديو، حسن بوصابر وعبد الرحمن طاهر. زين، أبا أعرف شو فكرة أساسا المزاد التراثي. أنتوا في الأساس عندكم متحف تراثي، ومن بعدها فكرتوا فكرة المزاد أن تقيمون مزاد، ولا كيف؟ والله طولي بعمرك، الإخوان عندهم متاحف تراثية، كلهم كل واحد ببيته مسوي متحف، كل واحد ما شاء الله عنده كل واحد مسوي متحف. نعم ما شاء الله. فدائما احنا نسافر السعودية ودول الخليج، نسافر برا نحضر المزادات هاي، فاتفقنا نسوي هالمشروع. كنتوا تشترون من هالمزادات؟ كنتوا تشترون من هالمزادات؟ نشتري. نعم. ومن بعدها فكرتوا؟ قررنا نسويها في الشارجة، وخاصة الشارجة ما شاء الله عليها يعني عاصمة الثقافة الإسلامية وأكثر المتاحف يعني فيها الحمد لله. صحيح. علي أنت عندك متحف في المنزل؟ هي تقريبا يعني، بس بعدني إن شاء الله بنتقل البيت الجديد، وناوي أسوي متحف كبير إن شاء الله، وبتفتحه إن شاء الله في البيت الجديد للزوار إن شاء الله. مقتنيات هذا المتحف تبيعها؟ لا أبدا أبدا ممكن. أنت بس تشتري؟ أنا بس أشتري. نعم. والمزاد شو دورك أنت في المزاد؟ أشتري يعني، أشتري من المزاد تقريبا يعني كل أسبوع تقريبا مال 5 قطاع 3 قطاع أيما يعني، من غير قبل يعني عندي. أنتوا حسب موجود عندي في النص أن الإعلان عن الفكرة تقريبا من 2 سنين أنتوا. نعم. هالفكرة موجودة من موجودة. 2 تقريبا. بس أنتوا ما نفذتوها من 3 شهور بس نفذت. لا قولي بعمرك، إحنا تم طرح الفكرة قبل 2 سنين عن طريق تلفزيون الشارجة، ما قصر دعم الرسمي طبعا. نعم. فاستوت شكل ما تقولين ظروف هي اللي منعتنا يعني خلال هالأشهر السابقة. فبلشنا، وكان الفترة الأخيرة نشكر عبد العزيز مسلم دعمنا وجهة تحية أكيد أستاذ عبد العزيز. إيه نعم، دعمنا في المكان الله حق، والحمد لله تيسرت الأمور. أنا أتعرف على المكان كذلك أيضا اللي تم فيه المزاد علي أو محمد، خبروني وين هذا المكان، كيف كذلك أيضا طبيعة المزاد كل أسبوع، خبروني.
وين المكان بالتحديد؟ هو في سوق العرصة حاليا. في سوق العرصة المكان موجود. وعبد العزيز مسلم ما قصر يعني أعطانا مكان. في مساحة لكم. هي ونطبح يعني خيمة. عندنا خيمة حينا. ونطبح يعني على الحق الأكبر يعني. ونتمنى يعني يدعمونا يعطونا مكان كذا حق الهواء وحق التجار وحقنا يكون مكان عندنا رئيسي. طبعا انا ما كان عندي فكره الحقيقه عن المزادات التراثيه، هي اساسا موجوده يعني في الدول الجوار. اذا كنتوا مثل ما قلت محمد يعني كنتوا تسيرون السعوديه. نعم لا تزال موجوده. لا تزال موجوده. نعم موجوده. موجوده منذ زمن ولا هاي ايضا فكره مستحدثه؟ لا لا مثل ما انتم استحدثتوها في الامارات. هم قبل بوايد. قبل بوايد. نعم. بدأوا هاي الفكرة، فكرة المزادات التراثية. نعم. خاصة بالتراث. احنا تقريبا شو مدولين طورنا فيها. شو اللي طورتوا بالضبط؟ شو اللي طورنا؟ طورنا بشكل عام يعني اليلس، الموقع، التنظيم. احنا عملنا هدفنا شيء كبير يعني، هدفنا نوصل للعالمية. نعم. ولكن خطوة خطوة كما قلتي. فنحاول التنظيم يكون أفضل. نعم. نحن طبعا عشان المشاهدين كذلك ايضا يكون عندهم فكره نحن نتحدث عن شو بالضبط وعن هذا المزاد كذلك، عندنا تقرير مجهزينه طبعا الجماعه واللي اعدته زميلتنا نشيطه اكيد عبير جلال. نتابع هذا التقرير عن المزاد مشاهدينا وبعدها نستكمل حديثنا. انا مشاركتي في هذا المزاد أبحث عن تراث دولة الإمارات العربية المتحدة والتراث الإعلامي الذي يتحدث عن سيدي المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات وصانع الاتحاد، وتواجدنا في هذه المهرجانات للاقتناء هذه المواد من أجل المحافظة عليها وإبرازها في الفعاليات الوطنية والتراثية. نحن من المشاركين من بداية المزاد، من بدأ يعني من حوالي شهرين أو ثلاث حاليا نشارك كل أسبوع، وهالأسبوع نزلنا دلال، هذه دلال نادرة من كل مناطق وإن شاء الله يجيب سعر. أنا أول مرة بشارك في هذا المزاد وعندي ساعة معروضة للبيع، هي عبارة عن هدية ملكية كان يملكها الملك فيصل غازي بن فيصل ملك العراق، تقدر قيمتها بأكثر من 1,000,000 درهم. طبعا أهمية هذا المزاج هو التعارف بين الشباب اللي موجودين في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن دول الخليج كذلك، ناس أصحاب متاحف، ناس أصحاب محلات، ناس هواة. فالتجمع هذا يوم الجمعة صراحة في إمارة الشارقة هنا فتح لنا باب كبير بخصوص الأشياء اللي هي العملات والتحف وأشياء كثيرة تعرض يعني يوميا في هذا المكان. اليوم في إقبال أكثر من كل يوم، والمزاد ماشي زين وطيب، وفيها نبيع كل مرة نشارك ونبيع اتفاق سيوف، مسجل قديم، روادي قديم، حاجة قديمة الإمارات، طوابع، عملات معدنية، عملات ورقية. أنا أحب المزاد، أنا أحب المزاد، أنا مفجرة. حياكم الله إذا مشاهدينا مجددا، حياكم الله كذلك أيضا محمد بصابر وعلي بصابر. يعني شفنا المزاد الصراحة وشيء يعني ممتع الحقيقة، أنا أحس شيء ممتع الحمد لله. وأجواء جميلة، وشفنا اللي مشاركين يمكن من كافة إمارات الدولة جايين مثل ما خبرتوني. نعم. من خارج الدولة كذلك أيضا في ناس مشاركين، والحلو أنه مو بس أصحاب التجار يمكن هم اللي مشاركين، لا في ناس هواة. نعم صحيح. وفي ناس كذلك أيضا يمكن لأول مرة يستهويهم. نعم. تستهويهم الأشياء التراثية أو المقتنيات التراثية فقط بوجودهم في هذا
في هذا المزاد. عادة من الساعة كم لين الساعة كم يوم الجمعة المزاد يبدأ طال عمرك؟ احنا نكون متواجدين الساعة 4 العصر بعد صلاة العصر. الهوى والتجار يجون قبل الست، احنا الست نبدأ طوالي. اللي هو اللي يبغي عائل بضاعته، اللي هو اللي يبغون عائل بضاعته. في عمر معين تشترطونه للعلي للقطعة مثلا اللي تشارك في المزاد؟ يعني مثلا لازم تكون من أي حقبة، ولا مثلا لازم يكون عمرها كم سنة أقل شيء؟ تكون يعني قبلها ب 40 سنة تقريبا. 40 سنة؟ هي تقريبا يعني. ناويين يعني عقب تحددون؟ هي وإذا قطعة جديدة ما نعرضها للبيع. نحن شفنا قطعة في التقرير، أنتم خبرتوني عن هاي الساعة أن قيمتها كم محمد؟ هاي طالب فيها إن شاء الله بنوصل هالمرحلة. يا هاي ريال من سوريا جاي. وعندي قطعة شفناها هي ساعة عودة. لا ساعة جيب. ساعة جيب نعم. بينت في التقرير. هاي طالب فيها مليون دولار. مليون دولار، والسبب؟ مليون دولار. السبب هدية من الملك غازي ملك البحرين، ملك العراق. ملك العراق. نعم. فقيمتها تعتبر غالية. من نوادر. أنا أعتقد كذلك أيضا وجود مثل هاي القطع النادرة والقطع كذلك الغالية ممكن تضفي نوع يعني من الأهمية الحقيقة مثل هذا المزاد. هي الفكرة ما في القيمة أو في السعر، لكن في قيمتها الفنية أو قيمتها كقطعة وكمقتنيات يعني تراثية. نعم يعني تقريبا تقولي من النوادر. هي من النوادر. كيف أنتم تعلنون؟ يعني اليوم مثلا المزاد ما شاء الله يعني بدأ بس من 3 شهور، بس أنتم عندكم زوار من خارج الدولة ومن كل إمارات الدولة، كيف تعلنون أنتم عن المزاد؟ والله احنا أكثر تواصلنا عن طريق التويتر وعن طريق الانستغرام. يعني في مواقع تواصل اجتماعي. نعم. عندكم موقع كذلك أو ويب سايت خاص فيكم كمزاد؟ والله هذا كل تقريبا الأسبوع الجاي إن شاء الله، لأن عندنا حسن وعبد الرحمن هم اللي قائمين في. ما تشترطون مبلغ معين توصل للقطعة وخلاص؟ لا ما نشتغل. مفتوح لا عندنا احنا نظامين في المزاد. عندنا نظام طويل بعمرك المفتوح، يعني شخص جاي بقطعه قيمتها 1000 درهم قال لك هاي مفتوحه ابيعها باي سعر. جابت 200 درهم خلاص بتاعت 200 درهم. في عندنا النظام الثاني يقول لك لا مشروط، انا قطعتي قيمتها 1000 درهم بطالع كم توصل. احتمال توصل 2000 واحتمال ما توصل ل 500. في مشاكل واجهتكم علي الى الان تعتبرون يعني هاي مشكلة ممكن أعاقت ربما شوي المزاد؟ لا والله الحمد لله يعني هو متسهلة. هو مشاكل لا في لازم شوي في المكان اللي أنت فيه كافي لإقامة المزاد؟ المكان شوية صغير، لأن نفس التصوير مساعة خلق الله واقفين وحد برا. إن شاء الله يكون يعني في المستقبل إن شاء الله يكون طابحين بهالشيء، طابحين وإن شاء الله يكون خير يعني أكبر. أكيد إن شاء الله يعني نكون تحسن ظن المسؤولين. نعم. إحنا وافقونا على هالمكان وافقونا على هالفكرة. هي نعم. شو طموحكم علي مستقبلاً؟ شو طموحكم؟ والله نوصل العالمية إن شاء الله يعني. العالمية. إن يعني. أي قطعة يمكن تراثية من كافة أنحاء العالم تباع في الشارقة وفي هذا المزاد. إن شاء الله. إن شاء الله. ليش؟ إحنا في الدراسة مالنا عاملين إن كل 6 شهور تقريباً. نسوي مزاد عالمي يكون الأشياء الثمينة. وعندنا فكرة الحين بعد بنطرحها جديدة ما طرحناها. وأول فكرة بتكون على مستوى الإمارات إن شاء الله وعلى مستوى الخليج، لأن أنا تواصلت يا كم شخص هواة السيارات الكلاسيكية ما عندهم هالشيء، اللي هو أول مزاد للسيارات الكلاسيكية. جميل جدا. بيكون في الشارع إن شاء الله. جميل جدا. وإحنا مستعدين نتعاون مع نادي التراث نادي السيارات الكلاسيكية. جميل. أنا أعتقد كذلك مثل هاي المزادات يعني كذلك بيكون فيها جذب سياحي وبتكون نعم. عنصر جذب وهالسيارات بيكون سياحي لإمارة الشارقة. نعم وهالسيارات بيكون طويل بعمرك كل شهر كل جمعة. نعم. من أول شهر. نعم يعني كل شهر تقريبا مرة. يوم واحد. أنا طبعا اسمحوا لي أكيد وقتنا للأسف انتهى وياكم. بالأول بقاطع رمصتش بالخير، بالأول والأخير يعني نجهد مثل الشيخ سلطان إن شاء الله، هو علمنا على التراث وكذا. أكيد. وإن شاء الله يعني. أكيد. فياريت بس تحطون رقمنا إذا حد بغى يتواصل بغى يشارك فيه عنه في المزاد. هو يعني. في عندكم هاشتاج معين على إنستغرام أو تويتر؟ الدوري للمزادات. نعم. الدوري. للمزادات. للمزادات. الدوري.
الدولي أيوة للمزادات. إذا اللي حاب يتواصل كذلك أيضا الدولي للمزادات على الانستغرام أو على تويتر. كل الشكر لكم محمد بوصابر وعلي بوصابر وكل التوفيق إن شاء الله في هذا المزاد. إن شاء الله يا رب توصلون للعالمية إن شاء الله وتكون الشارجة إن شاء الله محط أنظار الكل من أراد أن يشارك في هذا المزاد التراثي أو حتى في المزادات القادمة. شكر خاص لزوج الشادي الصراحة. العفو هذا واجبنا. الإعلام له دور كبير. واجبنا أكيد. الله يبارك فيك. إذن مشاهدينا فاصل ومن بعد هذا الفاصل فقرتنا الأخيرة تابعونا. كروموزوم إكس في قفص الاتهام. إذا مشاهدينا مجددا في آخر فقراتنا لهذا اليوم، أنيميا الفول هو مرض وراثي ينتشر في أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط، يعاني منه حوالي 400 مليون شخص أو يعاني 400 مليون شخص من الإصابة بهذا المرض، وهو يعد من الأمراض الخطيرة. أطلق طلاب جامعة عجمان حملة وطنية لوقاية وتوعية الشباب من هذا المرض تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والإعلام وتنمية المجتمع، وبتنظيم من جمعية الإمارات للأمراض الجينية. وقد جابت الحملة جامعات وكليات الدولة لتوعية الشباب بأعراض هذا المرض ومخاطره والمضاعفات اللي تنتج عنه. عن هاي الحملة الوطنية للوقاية من أمراض الفول أهدافها وكيفية استفادة الشباب منها، اليوم معنا منظمي هذه الحملة الطلاب ناصر عمر وإبراهيم البستكي. مساكم الله بالخير، حياكم الله يا شباب. اول شيء ابغى اقول يعطيكم العافيه الحقيقه، لان مثل هاي الجهود يعني هي جهود جميله الحقيقه، مبادرات جميله من طلاب جامعه الى طلاب الجامعات في كافه ارجاء الدوله، وخصوصا انها مبادره توعويه، شيء توعوي. ليش الشعار انا وايد لفت نظري عموما، يعني اللي هو كروموزوم اكس في قفص الاتهام. طبعا كروموسوم اكس في قفص الاتهام مساعده الدكتوره مريم مطار. اول بالبدايه اشكر برنامج أمواسي اللي اتاحت فرصه، طبعا مذيعتنا المتالقه ريم سيف. بدايه مع الدكتوره مريم مطار كنا رئيسه مجلس اداره جمعيه الامارات للامراض الجينيه. اقترحنا عليها الموضوع ان نحن نبغى نسوي حمله توعويه نفيد في المجتمع او الشباب بشكل خاص حتى الأطفال. فاخترنا كروموسوم إكس في قفص الاتهام يمكن عشان نلفت انتباه الطلبة أو خاصة الشباب. تبون عنوان للحملة أو شعار يلفت الانتباه. جميل. فاخترنا كروموسوم إكس في قفص الاتهام. ففي وايد ناس سألوا شو يعني في قفص الاتهام؟ إيش معنى في قفص الاتهام؟ حتى في الشعار. وليش هذا الكروموسوم؟ ليش مو بواي؟ ليش إكس مثلاً؟ كروموسوم إكس هو اسمه أنيميا الفول جي 6 بي دي. ففي المرض هذا كروموسوم إكس ففي إنزيم وفي من هالأشياء باللغة يمكن العربية جدا صعبة، إن الإكس هاي يمكن جملة جدا طويلة، يعني كروموسوم إكس في قفص الاتهام. فاختصارا لها عشان ما تكون مثلا يعني الشعار حتى لو الشعار ما يكون كبير، فسمينا كروموسوم إكس في قفص الاتهام. إبراهيم أنتوا طلبة كلية الإعلام وأنا تفاجأت يوم قلتوا لي كلية الإعلام، لأن أنا تخيلت أن أنتوا تابعين يمكن لكلية الطب، الكلية أساسا لها علاقة بالعلوم، فتفاجأت الحقيقة أن أنتوا تقومون بحملة يمكن طبية توعوية طبية بس أنتوا طلبة إعلام، فكيف جت الفكرة أن طلبة إعلام وحملة توعوية طبية؟ نعم، هي في البداية نحن حبينا نسوي حملة وبنفس الوقت انا نبغى نسوي يعني الحمله تكون يعني يعني نساهم نشاطات الشباب، ويعني كيف نساهم ان نساعد الشباب نوعيهم في اذا عندهم مشاكل ولا شيء. فبدينا ان دورنا على الموضوع، شفنا الموضوع كروموسوم اكس، يعني يمكن العنوان صعب، يعني يمكن اذا حد يقرا العنوان يمكن ما يفهم. فحبينا ان يعني من العنوان
يمكن شيء صعب ان الواحد يفهمه. هي. بس نحن طبعا الدكتورة ما قصرت ويانا عرضت المشروع ويانا فبينت وايد اشياء يعني وضحت وايد اشياء وايد اشياء طبعا يعني. احنا بنتعرف اكيد ناصر على الحملة بشكل اكيد مفصل، لكن عندنا فاصل مصور خاص بهاي الحملة بنشوفه مع بعض وبنرجع. حياكم الله إذا مشاهدينا الكرام مجددا، حياكم الله ناصر عمر إبراهيم بستكي من جامعة عجمان، وما زلنا نتحدث طبعا عن الحملة الوطنية للوقاية من أمراض الفول. طبعا احنا تكلمنا عن شعار الحملة وكيف بديتوا هاي الحملة، لكن ما تكلمنا عن هاي الحملة كيف نظمت، يعني الحملة اشتملت على شو بالتحديد؟ كان في ورش، كان في دورات، شو بالتحديد؟ ناصر تفضل. طبعا كان في البداية نظمت عن طريق جمعية الإمارات للأمراض الجينية وجامعة عجمان، طبعا مسؤولين تواصلوا ويانا وتعاونوا ويانا بشكل كبير جدا. جميل. عملنا في محاضرة تقريبا في شهر إبريل بداية الحملة، وتكلمنا عن المحاضرة عن أنيميا الفول. الدكتورة مريم مطر كانت هي المحاضرة اللي موجودة. كان في حضور كبير إبراهيم؟ نعم أكثر من تقريبا وصل، يعني أنا بحسب الفحوصات اللي سويناها طبعا طلعنا يمكن 140 طالب وطالبة، يعني سوينا لهم الفحوصات طبعا مجانية كانت. نعم 140 طالب وطالبة اللي حضروا المحاضرة. طبعا بعد حصلنا موظفين، يعني حتى من برا الجامعة كانوا يتواصلون ويانا يبون يسوون الفحوصات. جميل. 140 سووا فحوصات، بس يمكن في اكثر من 250 حضروا، في ناس يمكن بعد عندهم رهبه من الابر ومن هالاشياء. صحيح، في ناس عندهم يعني فوبيا او رهبه من الفحوصات يمكن، بس جميل كذلك ايضا انهم حضروا المحاضره. فاذا انتم برنامج الحمله الاساسي كان المحاضرات وكذلك ايضا عمل فحوصات مجانيه. بعدها طبعا انتم بديتوا في جامعه عجمان اول محاضره مثل ما ذكر الاخ ناصر في ابريل الماضي. والبرنامج ما زال مستمر على مدار سنه كامله. خطتكم القادمه اي جامعه اي مكان ابراهيم؟ نفس ما قلت لي، نحن حطينا خطه مستقبليه، يعني ان نبدا من جامعه عجمان، نسوي نبدا يعني من جامعة عجمان. وتكون مستمره من بدينا من يناير وتكون مستمره لسنه قدام. وتكون يعني كيف جامعات، حتى اذا قدرنا نوصل للدوائر مو فقط الجامعات، يعني اهم شيء نوصل للشباب هنا. والجامعات القادمه في تواصل بينكم بالجامعات القادمه؟ نعم ان شاء الله بنحدد التواريخ وكل شيء، بس نحن نتري انا وناصر يعني خريجين طبعا نتري النتائج في كمشروع تخرج. موفقين يعني ان شاء الله. نعم طبعا كمشروع تخرج كان. نعم نحن نستهدف طبعا فئة الشباب، ليش الجامعات نركز عليها؟ لأن في الجامعات الشباب قابلين للزواج. صح. فنحن نبغى نسوي هالفحوصات قبل الزواج، مقبلين على الزواج ممكن بعد التخرج. نعم. نعم.
فاستهدفت هاي الفئة، بس ما في مانع كذلك أنها تنتقل مثل ما ذكر إبراهيم، يمكن خطوة جميلة أنها تنتقل كذلك للدوائر والمؤسسات الحكومية كذلك، بما أن هذا المرض يمكن ذكره قليل عندنا في الدولة، يعني ما في لا ذكر أو ما في عدد مصابين كبير يمكن الحمد لله في الدولة، لكن ممكن يكون في إصابات. المشكلة أن المرض يعني كيف في ناس يعني حاملين للمرض بس ما عندهم، غير مصابين في المرض لكن حاملين، حاملين المرض بس ما عندهم دراية، يعني لازم تسوي يعني الناس يعني نوعيهم شوية أنه لازم يسوون الفحوصات. جميل. بالأخص يعني قبل الزواج. نعم. الجهات اللي تعاونت وياكم في الحملة أو في هذا المشروع أي جهات كانت؟ طبعاً جمعية الإمارات للأمراض الجينية من أكثر. كان لهم دور كبير أكيد في عمل الفحوصات المجانية. ذكرت لي ناصر أن التواصل سري بينهم بين الطلبة. إيه نعم، يعني مثلا الطالب لما يسوي الفحص إحنا حتى كمثلا مسوين مشروع أو مسوين حملة ما نقدر ندخل خصوصيات الطلبة. نعم جميل. الطلبة هم من نفسهم يقدرون يتواصلون مع الجمعية والجمعية طرش لهم على الإيميل جميع النتائج اللي طلعت الفحوصات. سرية تامة طبعا. الجهات الأخرى اللي تعاونت وياكم منو كانت؟ طبعاً برعاية الشيخ أكثر شيء يعني من أهم الإنجازات اللي إحنا حققناها إن برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، فنحن نفتخر بتواصل شيوخنا مع الطلبة والشباب. صحيح. عشان نقدر نوصل للطموحات والأشياء اللي نحن بنوصل لها في المستقبل إن شاء الله، وطبعاً برعاية إكسيوم وسلام لك إسطنبول. نعم أكيد موجههم تحية كل اللي شاركوكم في هاي الحملة لأهدافها جدا الحقيقة جميلة، ويمكن شوي جديدة نوعا ما أو جديد أن نتكلم عن أمراض الفول، يمكن في دولة كذلك لا ينتشر فيها هذا المرض، ولكن الوقاية يعني خير من العلاج. واجهتكم صعوبات مشاكل شوية يمكن في بداية الحملة إبراهيم؟ المشاكل المشكلة يمكن نحن طلاب إعلام، يعني يمكن عندنا صعوبة في المعلومات تفاصيل المرض بالضبط. يعني حتى نحن أول مرة كنا نسمع عن G6PD، فنحن حاولنا أن نعرف أكثر عن المرض. نعم يعني لازم يكونون أصحاب الحملة مثقفين كذلك بموضوع الحملة اللي يسوونها، يعني لازم تكونون أنتم أول ناس كذلك عندكم معلومات كافية يمكن وافية حتى لو ما كنتوا بتحاضرون عشان كذي نحن نبني جميع المعلومات عن المرض، عن المرض مسببات المرض والتشخيص، كيف يعني كيف الوقاية عن المرض. أنا كنت أسألكم كذلك أيضا ليش ما في فتيات أو بنات طالبات في الجامعة متعاونات وياكم على أساس يكون في كذلك تسهيل في الجامعات، نحن نعرف طبعا أغلب الجامعات في الدولة غير مختلطة، ففي قسم أو أقسام للطالبات وأقسام للطلاب. أعتقد أنتم بيكون في شوي صعوبة في لو كنتوا أو كانت هذه المحاضرات والفحوصات تتم في قسم الطالبات، صح؟ كبداية يمكن نحن بدينا أنا وناصر يعني مشروع تخرج، بس يعني نحن طبعا طموحنا مستقبلي يعني أكثر، بس أكيد أنا تستمرون في الحملة. نعم أكيد يعني أفكارنا يعني نحن نستمر في الحملة حاولنا نجيب حتى الجامعات الأخرى يعني نتواصل مع الطالبات والطلاب، عشان لأن نحن نستهدف فئتين مو بس الشباب فقط. لمست تعاون من الطالبات كذلك في بصراحة نحن يعني إن كان في التواصل إن كان في التعاون كذلك في الحملة ولا إن كان على مستوى حضور؟ إحنا سعدنا كثير يعني إن إحنا وجهنا أكثر شيء نحن كطالبين كنا نوجه الشباب اللي عندنا، بس تفاجأنا بعدد حضور الطالبات أكبر من عدد حضور الطلاب، يمكن أكثر من 70-80% طالبات. نعم. وهذا شيء أسعدنا إنهن أصلاً متعودات إنه يتعاوننا معانا حتى لو يعني ما في تعاون بين مشترك بينه وبين الطالبات. جميل. طبعا انتم هذا كان بالنسبه لكم مشروع تخرج ولذلك اطلقت هذه الحمله، يمكن كان لها اكيد اكثر من هدف مو بس كمشروع تخرج واهدافها جميله وساميه بالتاكيد، لكن بعد التخرج تفكرون كذلك في اطلاق حملات اخرى ابراهيم على نفس المستوى موجهه كذلك للشباب؟ نحن حددنا يمكن الموضوع يعني يمكن نحن تكلمنا عن كروموسوم اكس في قفص الاتهام، هل الموضوع يمكن الموضوع بيكون يعني لين يناير السنه الجايه. نعم. فان شاء الله لكل حادث حديث، يعني نحن الحمد لله بعد ما يعني صح النتائج ما طلعت بس سجلنا حق الماجستير، فسجلنا علم الاجتماع التطبيقي عن المجتمع ويدرسون فيها الامراض. جميل. هذه نفسها وعن الجنائيات وعن الاسره، فعن عشان يعني حملتنا
صارت متطابقة لدراستنا ولتكملتنا للدراسة. جميل. فإن شاء الله بنبدأ من شهر 9 إن شاء الله. إن شاء الله بتبدون حملة ثانية، وبتكون الحملة الثانية كذلك أيضا موجهة لفئة الشباب وتوعوية. وأنا يعني أحيي مجهوداتكم الحقيقة، وكل الشباب اللي يبادرون مثل هذه المبادرات الجميلة اللي تفيد المجتمع وكذلك تساهم في توعية أفراد المجتمع خصوصا فئة الشباب. كل الشكر لكم ناصر عمر وإبراهيم البسكي أصحاب الحملة الوطنية للوقاية من أمراض الفول، طلاب جامعة عجمان، كل التوفيق إن شاء الله. آمين. في النتائج إن شاء الله تكونوا متفوقين إن شاء الله. إذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الأمسية، أمسية جديدة إن شاء الله باكر، وزميلنا محمد الرئيسي تصبحنا على الخير.